الى الامام لفريق نفط الوسط. احمد تبرير قطع للكرة ابو كريشة فنان يمر تمرير شوكة رائعة عمار خطيرة 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 جول جول للسفانة للسفانة اعتقد المصري ايه هو 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 احمد ياسر الله على الهدف للميناء جملة تكتيكية رائعة المصري احمد ياسر يفتتح التسجيل للميناء بهدف مستحق غازي فهد ينظر الى الساعة وبالتالي ارتياح لا تشوف الله الله شوكان لعمار الله شوف عمار عراقي مصري احمد ياسر يسجل لفريق نادي الميناء الله الله على المصري بهذه اللقطة هدف الرابع بالدوري هدف اول للسفانة عن طريق احمد ياسر الله يا جدع على هذه اللقطة الجميلة هدف جميل وفرحة جماهير السفانة.